وكذلك نجد أن هؤلاء الصحابة يتخصصون في القرآن الكريم، يتخصصون في ماذا؟ يتخصصون في تلاوته، في قراءته، في فهمه، في معرفة قراءاته أيضا. فنجد الصحابة يتنافسون في أخذ القراءات، فإذا ينتقلون من الحفظ والفهم والعمل إلى أخذ علوم القرآن الكريم. فمنهم عبد الله بن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلم التأويل، فكان إماما في التفسير. وكذلك نجدهم أيضا يتنافسون في القراءات. فالرواية التي تذكر رواها الإمام ربيع عن عمرو بن هشام أن عمر بن الخطاب سمعه يقرأ سورة الفرقان على غير القراءة التي كان يعرفها عمر، فيقول: فلما فرغ من صلاته لبدته بثيابه، أي أخذته بمجامع الثياب وأخذته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن هذا يقرأ بغير القراءة التي أقرأتنيها. فقال: يا عمر، أرسله، أي اتركه، اقرأ يا عمرو. فقرأ عمرو بن هشام القراءة التي علمه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: اقرأ يا عمر. فقرأ عمر بغير القراءة التي قرأها عمرو بن هشام، فقال: هكذا أنزل، هكذا أنزل، لقد أنزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف، فاقرأوا ما تيسر منه. إذن كانوا يسارعون لأخذ قراءات القرآن الكريم، فيتخصصون، منهم من يتخصص في التفسير، ومنهم من يتخصص في علم القراءات، ومنهم أيضا من كان يعلم القرآن الكريم. فهذا أبو الدرداء، تذكر لنا كتب السير والتاريخ أن أبا الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سافر إلى دمشق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تزاحم الناس للأخذ بالقرآن من عنده، لأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلكثرتهم ابتكر أبو الدرداء طريقة ينبغي أن نفهمها وأن نطبقها الآن. فقسم الناس إلى مجموعات 10 10 10 في المسجد، فجعل كل حلقة 10 من الناس، وعلى كل حلقة عريف، والعريف هذا هو كالمعلم الذي يعلم هؤلاء. وجلس أبو الدرداء في محراب المسجد يراقب الحلقات، والناس يتكاثرون، ملأوا الجامع في دمشق، فجلسوا يقرؤون وأبو الدرداء يراقبهم ويسمع تلاواتهم. فكان إذا أخطأ رجل من الناس رد عليه عريف الحلقة، فإذا أخطأ عريف الحلقة رد عليه أبو الدرداء. فهكذا حتى خرج من تلك المدرسة القرآنية في ذلك الجامع كما يذكر أكثر من 1600 حافظ للقرآن الكريم في مدة وجيزة. إذا استغلال بيوت الله عز وجل، عمل الحلقات، وضع عرفاء على كل حلقة، أي معلمين على كل حلقة، ثم المشرف العام الذي يصحح للقارئ ويصحح للمدرس أو للعريف. هذا كان تخصص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفوا ذلك قبل وجود المدارس العصرية المعاصرة. كذلك نجد بأن هناك 4 كانوا قد أخذوا القرآن الكريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذا قريبا جدا منه. منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والثاني سالم مولى حذيفة، وقد جاء الثناء عليه في علمه وفي فقهه، ومعاذ بن جبل الذي كان فقيها
وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن يعلمهم، والرابع أبي بن كعب الذي كان من ضمن الذين اختارهم سيدنا عثمان لجمع القرآن الكريم. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتابعهم في هذا الدرس وفي هذا الحفظ، فيأتي إلى قراءتهم فيصوبها، ويأتي إلى حسن تلاوتهم فيثني عليها. فنجد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أثنى عليه هذا الثناء قبل قليل، فقال له: اقرأ علي يا أبا عبد الرحمن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ يعني عليك أنزل القرآن، هل أنا أقرأ عليك؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري صلى الله عليه وسلم. فيقرأ عبد الله بن مسعود استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من سورة النساء، حتى إذا بلغ إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. فالتفت عبد الله بن مسعود فوجد عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان بالدموع. يأتي الصحابة يطلب منهم أن يتلو القرآن، فيستمع إلى تلاوته ويتأثر بتلاوته. وكذلك حصل مع أبي موسى الأشعري الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لقد سمعت البارحة تلاوتك، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، معناه أي صوتا حسنا. وآل داود يعني أهل داود النبي عليه السلام، لأن داود قيل لما كان يقرأ الزبور كان لحسن صوته تسبح معه الطيور والجبال، كما قال الله: يا جبال أوبي معه والطير. فأتيت مزمارا من مزامير آل داود، أي حسن صوت يثني عليه، يشجعهم في تلاوة القرآن وتحسين الصوت به وتجويده وأدائه على ما أنزل، مع العمل، مع فهمه والعمل به. ويأتي كذلك إلى أبي بن كعب رضي الله عنه فيقول له: يا أبا المنذر، هذا كنية أبي بن كعب وهو من كتبة الوحي، يا أبا المنذر أي آية في كتاب الله أعظم؟ سبحان الله. فيقول له أبي بن كعب: آية الكرسي. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، لكن يريد أن يتدارس معه. فيقول له: آية الكرسي. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أي لأبي بن كعب: ليهنك العلم أبا المنذر، وهي كنية أبي بن كعب، إني أمرت أن أعرض عليك القرآن. فيقول أبي بن كعب مستغربا: أذكرت باسمي؟ يعني باسمي ذكرت؟ فيقول: ذكرت باسمك ونسبك في الملأ الأعلى رضي الله عنه. هكذا يشد من أزرهم، يستمع إلى قراءتهم، يثني عليها، يصحح لهم، وهكذا يستمر. وأيضا نجد من الصحابة من تخصص في كتابة القرآن الكريم، منهم من أخذه حفظا في الصدور، ومنهم من كتبه في السطور، فكان كتبة الوحي. وفي مقدمتهم خلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، زيادة على أبي بن كعب وغيرهم وزيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة. فإذا هؤلاء كانوا يكتبون القرآن حتى جمعوه بعد ذلك، كان موزعا في الأكتاف والألواح وفي الصحف، ثم جمع بعد ذلك في مصحف واحد على عهد سيدنا عثمان بن نورين. أيها الإخوة والأخوات، بالقرآن شرفوا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم للصلاة أقرأهم لكتاب الله، فيقول: ليأمكم أقرأكم لكتاب الله. ويقدم في قيادة الجيوش من كان يحفظ سورة البقرة، ويأتي الناس من البادية فيريدون إماما فيقدم عليهم
احفظهم لكتاب الله عز وجل رفعا لشأن القرآن ورفع، لأن هذه الأمة إنما تعز بالقرآن وبدونه لا عزة لهم.